الرحمن الرحيم. عندنا سكان دوار الكورس باقليم قلعه سراغنا المسمى بزيئه بدر الذي سبق ان دشناها جلاله الملك نصره الله، وجات العمران وحصاتهم على اساس باش تعود لهم مساكن ديالهم، وفي الاخير ما عوضات قالت لهم نعطيكم 30 درهم للمترو. 30 درهم للمترو يعني رفضناها رفضا. عاود بقينا المفاوضات مع السلطه المحليه والمدير الجهوي ديال العمران، وفي الاخير طرحوا لنا اخر قرار ديالهم وهو نعطيكم بقعه من 64 مترو وتخلصوا 84000 درهم. يعني حنا راه سبق لنا هدموا لنا منازل ديالنا وشردوا لنا الابناء ديالنا كما قال الاخ سابقا، والناس راهم ضعاف وفقراء ما عندهمش. ولهذا كنوجهوا النداء ديالنا لجلاله الملك والحكومه باش تشوف من حال هاد المساكين وهاد الفقراء باش يتعاونوا معنا ويحلوا لنا هذا المشكل في اقرب وقت ان شاء الله. وشكرا. سير 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 سكنية شوفوا شوفوا والهدايا هي سير 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 سكنية شوفوا شوفوا والهدايا هي سير 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 سكنية أخذوا واغتصبوا أرضنا ونزعوها منا وهدموا بيوتنا وشردوا أطفالنا ودعونا كأننا كلابا نلتمس فتاتهم، يطلبون منا أن نغادر البلاد ولن نرجع إلى هذه المنطقة التي كانوا فيها أجدادنا وأباءنا. أخذوا منا أرضنا وأرادوا أن يبيعوها لنا، هدموا بيوتنا وشردوا عيالنا ولم يبق لنا إلا جناب. عاش الملك عاش الملك عاش الملك.